طيب احنا عايزين نبدأ الحلقة لما دايما الواحد بياخد مثل هذا القرار بيكون لازم اهله معاه في هذا القرار. انا واحد من الناس الحقيقة تفاجأت، يعني انا يمكن بحس ان انا قريب شوية من النادي الاهلي واللي بيحصل داخل النادي الاهلي، ولكن تفاجأت بمثل هذا القرار، وبالتالي كنت محتاج اعرف خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا لما نهلة اتفقنا معاها ان هي تكون موجودة معانا، حاولنا ان احنا او انا شخصيا حاولت ان انا اعرف ايه السبب الرئيسي اللي خلاها تعتزل، لان انا عارف ان هي قادره على اللعب على الاقل على الاقل سنتين كمان، ولكن اوكي هي عايزه تعمل كده، ولكن راي اهلها راي باباها راي مامتها في هذا الامر ايه؟ خلينا نروح نشوف راي والد ووالده نهله سامح، الاستاذ او كابتن، بقى انا هقول كابتن صح، كابتن سامح عبد القادر، ووالدتها كابتن مديحة أحمد. مديحة أحمد أهلا بيكم منورين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ سامح، هعرفكم معانا كابتن نهلة سامح. مدام مديحة بقول لك قبل كده بتهيألي شافوني قبل كده، شفتوها قبل كده أعتقد. شفناها ربنا من بعيد، يعني من بعيد قوي. ها اخبار حضراتكم ايه؟ مشرفينا ومنورينا على شاشه قناه الاهلي. الحمد لله، اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي واهلا بالاهلي كله. يعني كابتن سامح، خليني اسالك الاول، هل حضرتك موافق كابتن نهله على اعتزالها؟ وبعد كده طبعا، او خليني اسال مدام مديحه الاول، لانه اعتقد هي يعني ليديز فيرست يعني، فخليني ابدا بمدام مديحه واسالها، اقول لها هل حضرتك موافقة على قرار نهلة في اعتزالها؟ اه فعلا، الحقيقة يعني وقت مناسب جدا. لان هي يعني انا كنت يعني اعرف ان هي ممكن تدي اكتر كمان. تدي اكتر، بس يعني كده الوقت ده المناسب عشان الناس تبقى فاكراها بقوتها ولعبها يعني. كابتن سامح اهلا، هل حضرتك كنت موافق على هذا القرار برضو؟ اكيد، لان أوكي. هي الحقيقه ابتدت من صغيره، من صغرها جدا جدا جدا، وقعدت فترات كبيره في حياتها، والحقيقه كانت يعني حياتها الفل، يعني حتى الشغل حتى كل حاجه تقول لي يا بابا انا ما اعرفش اشتغل، وبعدين اروح معسكر او اروح العب ماتش او انا احب اركز في كل حاجه عشان اديها حقها. فانا بلعب فولي، ادي الفولي حقه، اخلص من الفولي اشوف بقيه حياتي. فطبعا هي وصلت لمرحله الحمد لله، مرحله يعني ما فيش ناس كتير وصلت لها، فحست ان خلاص كده هي تبتدي دلوقتي بقى تعتزل وتبتدي تشوف الجزء الثاني من حياتها. كابتن نهلة، أول حاجة يعني هي كانت هتعتزل السنة اللي فاتت على فكرة. ما هي لسه كانت بتقول لنا هذا الكلام، ما أنا كنت لسه هسألها أقول لها. اتفضل يا كابتن. نظرا للظروف اللي مرت بيها الفرقة. أعتقد إن ده قرار مهم جدا، إن أنتِ تغييرات كثيرة جدا حصلت في الفرقة السنة اللي فاتت، وخروج أربع أو خمس لاعبين من اللاعبين أو من اللاعبات الأساسيات في النادي الأهلي. بالزبط. خروجهم كمان كابتن الفريق بيبقى له دور مهم جدا جدا يا كابتن نهله في هذا الامر، عشان كده انت فكرتي ان انت تقعدي سنه كمان. بالظبط، ويمكن انا يعني شفت ان انا طبعا يعني انا مسؤول عن الفرقه، بما اني كابتن فريق الفرقه كلها فيها ثقه، وما كانش هينفع ان خمس لعيبه من القوام الاساسي للفرقه فجاه مشيوا، وكمان هنزود يبقى لعيب سادس ومنهم كابتن الفريق، فكان اعتقد ان ده هيكون صعب جدا على الفرقه، فانا لا فضلت ان انا اكون معاهم وادخل التحدي السنه دي، والحمد لله اعتقد ان احنا كان بالنسبه لنا تحدي ناجح السنه دي يعني. طيب باباكي ومامتك ساعدوكي ازاي طوال فتره طويله جدا جدا من سن سبع ست سبع سنوات وحتى سنك الحالي؟ هم ليهم الفضل طبعا بعد ربنا. يعني يمكن انا اخواتي كانوا بيلعبوا طيب، فهم طبعا كانوا هم اللي حطونا على المشوار ده من الاول. هم كانوا مصممين طبعا ان احنا ندخل في الرياضه ونبقى ملتزمين بحاجه في حياتنا.
فطبعا انا بشكرهم طبعا، هم موجودين معايا هنا، ويعني لولاهم طبعا ما كنتش هكون موجوده هنا النهارده يعني. فهم بصراحه كانوا ورانا، بنخلص مدرسه يعني، عايز اقول لحضرتك ان بابا كان بيستناني بره المدرسه بالعربيه يوديني التمرين، كانوا على طول معانا. يمكن حتى لما اخواتي كانوا بيتمرنوا وانا صغيره، قاعده على طول معاهم في الملعب، كنت بعمل مثلا الواجب بتاع المدرسه، ماما قاعده معايا بتخلص لي الواجب عقبال ما التمرين يجي. فكان عملوا مجهود يعني كبير جدا يعني معانا بصراحه.